السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف أمر اسمه بيج سيت أب. الأمر ده من الأمر المهمة في الأوتوكيد. خلينا نكتب بيج سيت أب ونشوف الأمر ده بيعمل ايه. بيج سيت أب، الأمر ده متخصص لو انت بتعمل برينت او بتعمل ببلش، يعني بتعمل برينت عدد كبير جدا من الصفح، فبتلاقي الاعدادات دي جاهزه موجوده. ده البيج سيت اب، هقول له نيو واعمل انا حاجه خاصه بيا. تمام، هتلاقي مثلا سميه سيت اب 1. اوكي، هتلاقي بعد كده فتح لي اعدادات الطباعه، مثلا الطبعه الافتراضيه اللي انت تطبعها، وليكن مثلا هنطبع على بي دي اف كريتور. طب الورقه مساحتها قد ايه؟ اي 0 مثلا. طب هتعرض كله ولا ويندو ولا ليمتد ولا ديسبلاي، زي ما انت عايز. هتعمل سنتر للبروت، فيت تو بيبر، لاند سكيب، كل الاعداد دي بتبدا تظبطها. البروت ستايل دي خاصه بالالوان، يعني مثلا هتقول مثلا اكاد. اوكي، فتقدر تدخل هنا وتظبط الالوان بتاعتك زي ما انت عايز. يعني مثلا كل لون هيتبع باللون بتاعه، الاحمر بالاحمر والاصفر اصفر. ممكن تقول له لا انا عايز الاحمر يبقى اسود، او كل الالوان انا عايزها تبقى اسود، واتحكم في درجه السواد. تمام، الشاد بلوت عايز يبقى هيدن ولا رياليستيك ولا شيدد. الكواليتي، هل انت تطبع درافت ولا تطبع حاجه تتسلب. كل الاعداد بتاعه الطباعه بتبدا تظبطها من هنا وتقول له ايه اوكي. تمام، فدي تبقى جاهزه لما تيجي تطبع. يعني مثلا على سبيل المثال لما تيجي تقول له برنت، تمام، او بابلش، تلاقي الاختيار ده جاهز معاك، تقدر تختار منه اهو سيت اب، فيروح مظبط لك الاعداد كلها زي ما انت شايف. ظبط لي البوت ستايل تايب، ظبط لي البيبر سايز، ظبط لي البوت سكيل. وبرده لما تيجي على الامر بابلش، مش هتلاقي اي اعدادات للطباعه غير هنا، تيجي هنا تختار.